بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد هنكمل بقى في الفيديو ده موضوع 2010، تظبيط ال environment بتاعت 2010. احنا كنا المرة اللي فاتت واقفين ان احنا عملنا ال NLP هنا اهو وظبطناه، بس لسه ما شاورناش عليه في ال DNS ان هو يشاور عليه، لسه مشاور على السيرفرين عامل لهم دروبن عليهم، ولسه ما خليناش ال RPC كلاينت اكسس سيرفر. يعني لو جيت كده اقول له جيت داش ميل بوكس داتابيز داش سيرفر MBX وهات لي فول ليست او فورمات ليست، يعني بص هنا على كلمه RPC كلاينت اكسس سيرفر، دور عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، RPC احنا شفناها المره اللي فاتت، بس انا ازش بتاني عشان ده السيرفر التاني RPC اهو. كويس، RPC كلاينت اكسس سيرفر، تمام، بيشاور على ده. انا بقى ايه بعد ما اعمل الداج هخليه يشاور على ايه، على ميل دوت اي بي سي دوت كوم، واجي هنا واخلي ايه ميل يتشاور على ايه، على 240 اللي هو ده. حلو كده، بس بعد ما اعمل الداج. نعمل بقى الداج في 2010 تشوف شكلها عامل ازاي. الداج قلنا قبل كده ممكن نتكلم عنها، اتكلمنا عنها كتير يعني. وعلى فكره الداج فيها كام حته كده هنرجع نتكلم عنهم تاني، يعني في دردشه كده في الداج هنرجع نتكلم عنها تاني يعني مشيئة الله، تمام، او ممكن اضيفها على الفيديو بتاعت الداج. حلو كده، انا بقى نعمل داج بقى عادي خالص. انا هنا ميل بوكس على مسار اورجانيزيشن، ميل بوكس كلها حاجات متعلقه بالميل بوكس والداتابيز والمانجمنت بتاع الداتابيز وكده. داتابيز افيلابيليتي جروبس، تمام، اجي هنا اقول له اعمل لي نيو داتابيز افيلابيليتي جروب. احنا قلنا هي بتعتمد في الباك جراوند على ايه، في الاوفر كلاستر، وفي الاوفر كلاستر زي ال ان ال بي كده، يا اما ممكن اعمله ب جاست وان نيك كارد او تو نيك كاردز، تمام. فانا هنا اعمل ايه، انا هنا عندي كارت واحد بس، فاخلي ايه زي ما هو مش مشكله يعني، تمام. والكاسات على فكره المره اللي فاتت عاملها ايه بكارت واحد بس، يعني شلت الكارت التاني وعملتها بكارت واحد بس عشان ايه ال ان ال بي ساعات يعني بيهيس كده يعني، تمام. طيب هتسميها ايه، هسميها مايجريشن مثلا، يعني مايجريشن مين الويتنس سيرفر. انا هقول ان الويتنس سيرفر بتاعي هو مين، هو كلاينت ده فرضا يعني، زي ما كنا عاملين قبل كده، لان الكلاينت المفروض هيفضل معايا على طول، لان هو اصلا اللي هتست بيه يعني. طبعا لو الويتنس سيرفر ده واقع انسى الداج، انساها يعني، تمام، لان طبعا اكتف مانجر مش هيعرف يشاور مين الداتابيز اللي شغاله، يعني اصلا المكان اللي بيجيب الكونفيجريشن بتاعته منه مش موجود اصلا، اللي هو ايه الويتنس سيرفر والويتنس دايركتوري بتاعته دي. فهنعمل بقى الويتنس دايركتوري على هذا السيرفر او على هذا الجهاز، يعني شيرنج هنا ادفانسد شيرنج، طبعا في حته انا ناسيها بس لسه هنعملها دلوقتي. اوكي شيرناه، تمام، بوز باجي هنا اقول له الويتنس سيرفر مين، cli.ebc.local، صح، مين بقى الويتنس سيرفر، الويتنس دايركتوري، سوري، يجي هنا على كلاينت ويدي له الباث ده، مش الشيرد باث، مش الشيرد باث، تمام. طبعا مش هقول له نيو، اجي هنا واجي في اللوكال يوزرز، في اللوكال يوزر اند جروبس، واضيف مين، اكستشينج تراست سب سيستمز في اللوكال ادمنستريتورز بتاع هذا الجهاز اللي هو الويتنس سيرفر او الويتنس كلاينت، اي جهاز يعني شغال على طول طبعا، ادمنستريتورز، واضيف مين، اكستشينج تراستد كانسل يعمل كده، سوري اكستشينج change trusted subsystem، كان في سبيس يعني trusted subsystem بس كده، تمام. واجي هنا على هنا
واقول له ايه؟ نيو. نيو بقى هيعمل باج اسمه ميجريشن، الويتنس سيرفر هو ده، وادي الويتنس دايركتري. تمام. بعد كده نيجي بقى ايه، نضيف جوه السيرفرات. انا كده ايه خلاص تمام، بقول لك انا مش عارف اكسس الفايل شير على الويتنس سيرفر ده، ممكن تستخدم مش عارف ايه نترك باث نوت فاوند. ايه بقى النتورك باث اللي نوت فاوند ده؟ نتورك باث نوت فاوند طب خلينا نيجي هنا، نيجي نفتح الاي سي بي بتاعت 2020. اي سي بي هي شكلها غريب شوية، بس تقريبا ما كانش حد في 2010 بيستخدمها أصلا يعني. استنى لما تفتح. طيب خلينا ناخد دي كده كوبي، نيجي هنا افتح الاي سي بي لو سمحت. بص كده لسه بيلود. طيب ماشي، خلينا يبقى احنا كده ضفنا هنا وايه شيرنا، تأكد انه مش شير مظبوط عشان ما يفيلش مننا. ده شيرنج شير permissions. تمام. اوكي بس ده برضو. طيب ماشي، نجيب هنا ايه خلاص شكرا فينش. نفتح تبع جديدة كده، نكبر فيها الكلام ده، نفس القصة هنا، ده الباسورد بتاعتي، مش هسيبه مع نفسه، لود كده، ادي ايه الداج بتاعتي، لسه ممبر سيرفرز مش موجودين، فانا هاجي هنا، رايت كليك عليه اقول له مانج داتابيز افيلابيليتي جروب ممبرشيب. النتورك مش هنيجي جنبها لان احنا ايه هنسيبها تشتغل اوتوماتيك يعني. شوف الممبرشيب هنضيف فيها مين، تو سيرفرز بتوعنا. طيب ادي الاي سي بي، هيجي هنا على رولز ويريتنج، شايفين ميل بوكسز الحاجات اللي عندي يعني، مش هكريت هنا حاجة يعني. سوليوشن جروبس اقدر اكريت من هنا ديستريبيوشن جروب، بس مش دي قصتنا يعني. المهم هنيجي هنا عند رولز اند اديتنج، ادمن رولز، لود بقى الحاجات اللي عنده، ديليجيت ديسكفري مش عارف ايه. انا عندي هنا عايز اضيف الحتة بتاعت ايه، حاجة متعلقة بالداج، اد كده تقريبا كنا عملنا حاجة زي دي في 2013، هنتكلم عن permissions والار باك، هي دي database availability groups. هضيف نفسي جواها عشان ايه ما يحصلش تهييس. هو كده كده معترض على النتورك باث يعني، مش عارف ايه وجه اعتراضه على النتورك باث، يعني ملهاش علاقة بالبرميشنز دي يعني، بس احتياطا يعني. ماشي حلو اهو، ده مش راضي يفتح، مفيش مشكلة. نيجي هنا مين السيرفرات، ميل بوكس سيرفرز،
هنا ظهر لي من بس الميل بوكس سيرفرز اونلي. اوكي مانج، وطبعا ده هياخد شويه من الوقت لانه في الباك جراوند هيطلع ايرور كده و current be found ال في كيو دي ان بتاع النود دي مش لاقيه. في مشكلة أصلا في اسم النود، هي اسمها كلاينت مش سي ال اي. انت بتهزر بقى، I'm sorry، دي غلطة مقطعية فظيعة. مش ده غلطتي انا، وانا بقول هو ليه معترض على اللي تاني، مع كل حاجة ان كل حاجة صح، عشان عندي environment تانية فيها كلاينت اسمه سي ال اي. معلش خلاص يلا حركتنا. Properties dot server client client dot epc dot local. روق بقى وتظهر دي الجديدة client. ايه يا عم المنظر ده؟ ماشي كده اهو، نجيب بقى دي باك باك مانج تاني كده. المفروض يعني ياخد شوية وقت عشان ايه بينصوا بقى في الاوفر كلاستر. سوري هبوظ بقى لحد ما يخلص ونرجع تاني. خلص بالسلامة يعني ان شاء الله without errors. السيرفرين بتوعي، السيرفرين بتوعي انضافوا جوه الدج. نصيحة لما حد يجي مثلا يعمل اللاب ده عشان ما تقلقش نفسك، يعني اكسس 2010 سطبوا على ويندوز سيرفر 2008 بلاش 2012 عشان ما يعرفكش يعني. المهم ادي الدج بتاعتي اتكريتد تمام. طيب تعالى بقى ايه في الداتابيز مانجمنت، هنا نضيف بقى ايه كابيز من الداتابيز هنا وهنا. هتكلم كده اقول له ايه، هو مش حاسب الداج ولا ايه؟ خلص لودينج، اقول له اد ميل بوكس داتابيز كوبي على السيرفر اللي هو ام بي اكس. هنضيفها على مين؟ هي طبعا موجودة على mbx1 مش هيجيبهولي. هقول له انا براوز وهات لي mbx ده ضيف بقى. يقعد بقى يكبير من هنا، انا فنستنى عليه بقى لما يخلص كابلينج. نبص عليه كده خلص اهو، تعالى على التانية. هو خلص بسرعة لان حجم الداتا اصلا صغير جدا جدا يعني. تعالى على التانية وقول له database copy، هنضيف بقى على mbx1. browse mbx1 add، ونعمل بقى الخطوة اللي احنا ايه وقفناها من ساعة ما كنا نعمل ال كاس array اللي هي بتاعت ايه ال rpc. كده خلاص السيرفرات بتاعتي بقت ايه جوه دايج. طيب ايه هنا، هو ده هو ده بقى ايه الكوماند اللي احنا هنعمله. هناخد الكوماند ده كوبي كده، بعد ما عملنا في حاجه واقف في الكيو. طب هنا healthy، هنا زي الفل حلو ماشي. refresh دي mounted health ودي لسه بتسينك، يبدو ان في داتابيز اكبر من التاني بكتير يعني. طيب خلص يلا
نيجي على الكوبي دي نقول له suspend يس ونرجع نقول له update تاني. suspended right click عليها update. طبعا هيقول لي من انهي لل database. source server for seeding nbx database update dig delete and continue cancel update install طيب يعني هو اللي هو يعني ناخد له شوية وقت. حلو أوي كده اتنين ايه شغالين تمام. نعمل بيه ايه الكوماند بتاعنا ده mail.abc.com هنخليه ايه بقى؟ هنخليه ال RPC Client Access Server بتاعنا تمام. بعد ما عملنا ايه الداج اجي هنا بس الحاجات دي الداتابيز دي اخدها كده كوبي واجي هنا وبيست واقول له ايه انتر كده زي الفل. اللي بعده اللي بعده اللي بعده ده هنا واحده جه على دي ناخد دي برضه كوبي كوبي نيجي هنا نفس الكوماند على نفس ايه RPC Client Access Server. امسح الكلام ده كده انتر سرسيت مش عارف لازمتها ايه بس يلا هي جت كده ماشي. اما يخلص بس الريست هنتست ايه تست الدنيا بتاعتنا بقى وادي الكونفيجريشن فايل بتاع الداج اهو هنعمله على الكلاينت ده هنتست بقى الكونكتيفيتي ونتست ايه الميل فلو تست الكونكتيفيتي ونتست الميل فلو ميز هنا تمام. شوف الكلاينت بتاعنا ده نقفله ونفتحه تاني اوتلوك شوف كده اوتلوك الاوتلوك كونكتد تمام نيو غريبه قصه السيرتيفيكت دي شوف الادرس بوك شغاله شغاله نبعت لكل هؤلاء البشر تيست فلو ونيجي نقول له ايه سند كده فده شغال تمام باسورد بقى الناس كده لحد دلوقتي ايه شغاله هو طبعا ايه كلمه ميل بقى بقول لك جالك ميل اهو كلمه ميل بقى هنيجي هنا ونخليها تشاور على مين هنا في الدي ان اس داخل حته بقى هنا نخليها هنمسح كده ونيجي نشاور على مين على 240 اللي هو بس الراستر ده عشان يسمع افرا طبعا مش حد بيرسل الدي ان اس
بس يعني عشان الإنجاز اللي هو الاي بي بتاع ايه بتاع ده. تمام. طيب نيجي هنا تاني، ناخد الكلام ده كنترول تي كنترول في. طيب في حتة عشان بس عايز اجرب حاجة، لو انا جيت هنا على كاستو وقلت له تعالى هنا في الكلاينت اكسس هنا، غير بس حاجة في الفيرشوال دايركتور بتاعت القوة على واحد من السيرفرات للاكسس، انجز مش عارف ايه البطء ده، سي فاضية ولا فاضية؟ ماشي يا الله. طب انا هوقف شوية لحد ما بتاع ده يفوق شوية كده. تعالوا بقى نبص على الحتة دي، حاجة هنا على ده مثلا، ده كاس وان، حاجة هنا على الأوضة بتاعت كاس وان، وأخليه يلوجن بإيه مثلا، باسم اليوزر على طول من غير ما يطلب منه اسم الدومين. authentication يوزر نيم اونلي براوز، صور له على هذا الدومين بتاعنا. اوكي اوكي ده احنا عملنا الكلام ده على كاس 1 صح كده. طيب نيجي على كاس 1 ونرسل اي اس عليه على run as admin. anyway يعني كنت عايز بس اوريكم ان هو المفروض ايه، يرمي مرة هنا مرة على السيرفر ده ومرة على السيرفر ده، يعني مرة الشكل ده يظهر لي ومرة اليوزر نيم بس اللي يظهر لي. ماشي anyway بقى دلوقتي عندي اهو عملت ريفريش، ده بس اللي ظهر لي، يبقى انا كده مرمي على مين؟ على كاس 1. ممكن افريش كمان مرتين ثلاثه يرميني على كاس 2 اللي هو عليه مثلا يوزر نيم سلاش اسم اسم الدومين سلاش اسم اليوزر كده مثلا، يعني هذا يفريش شويه يرميني على كذا. تمام. فالويت المتحكم مين؟ هو ال ان ال بي. تمام. يعني هو مثلا هنا رميني على مين؟ على كاس 2، هنا على كاس 1 وهكذا يعني. تمام. انا كده اللاب بتاعي ده نفس الانفايرمنت بتاعت 2010 2 هاب كاس ورست اي اس وشكرا مش عايز حاجه، و2 ميل بوكس في داك و2 هاب كاس في ايه في ان ال بي في كاس اري، ودنا كده شغاله تمام والناس كونكتد وبتسند وبترسيف عادي. فاضل ايه بقى؟ فاضل بقى الخطوه اللي احنا مستنيينها من زمان، اللحظه الحاسمه. طبعا احنا عملنا دي خلاص، دي لحظه حاسمه تانية بقى اللي هي اصلا بنعمل كل ده عشان اللي هي المايجريشن بقى. تمام. فده اللي هنبدأ فيه بإذن الله يعني بداية من الفيديو الجاي. أنا آسف لو كنت طولت في الفيديوهات دي بتاعت شوية حاجات يعني 2010، بس يعني أتمنى تكون مفيدة لأن في ناس هتقول 2010. ولو تيسر قدام شوية ممكن نعمل شوية حاجات عنه كده قدام يعني إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا، منتظركم في الفيديو الجاي إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.